بعيون حسيت. يا دكتور غسين ايدك فيها البلسم الشافي، الله يخليك لاهلك، كل شي في مرضى عم يشكروا فيه. تسلم تسلم يا معلم سلمان. وعرفت كيف اهتديت دكتور؟ الست غادة كلها لطف وانسانية، بس اتوسط لي معها تخفف لي من هالرجيم شوي. بنفسي شي نص كيلو دهن هيك اقلي واكل اكل وانا ابدا يا معلم سلمان. حدا بيحفر قبره بايده؟ ولو يا ست غادة، رجيمك قاسي، هاي لا تاكل منها، وهاي بتضر، وهاي بتعمل نفخه، وهاي بتعمل شحم. ايه شو بيصير يا ست غاده لو تكرمتي علي بشي كام قرص كبي وجاط طبولي وشويه كرعين ونخعاك وشويه حلويات؟ لك خليك هيك، خليك هيك احسن ما تعملنا مجاعه بالبلد. ولو يا دكتور غسان، جبناك لحتى تعملنا واسطه تفسيره بتصف معها ضدي. لا بالطب ما في واسطه، يوم اللي بتخالف تعليماتي لا بحكي معك ولا تحكي معي. ولو يا ست غادة، أنا بهين علي زعل هالوش الحلو عم نمزح. رزق الله أيام زمان. الله يرحم مواتك يا دكتور ويرحم جدي. جدي كان يأكل على وقعته شقة لحم بقر وصدر كنافي. وما إلك يمين تحلفني لو الضبع بيأكل مرته كان هو أكل ستي. هالزلمي شي عجيب، ما بفكر الا بماته. مهضوم. صار الوقت، لازم نكون بعد نص ساعه بغرفه العمليات. غدا، اذا ما عندك شيء بنصحك تحضر العمليه، راح تكون مفيده كثير لك. حاضر دكتور، بكل شيء.